المنتخب الوطني سليمان عبد الغفور بقيادة المدرب الإسباني أندريس كاراسكو الذي يقابل الجزائري الآخر مدرب المنتخب الفلسطيني الجزائري نور الدين ولد علي. نتابع يعني الأمور هنا في أيضا هذه أيضا الواقع. انطلق شوط المباراة الأول مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل أينما كنتم. سليمان عبد الغفور في حراسة المرمى، خالد شامان، فهد الأنصاري، فهد الرشيدي، عبد العزيز ناجي في قيادة الدفاع منتخبنا الوطني. وسط الميدان طلال الفاضل، رضا هاني، حمد حربي، أحمد الزنكي، وفي المقدمة حسين الموسوي والكبير والكابتن بدر المطوع. هذه التشكيلة التي جاءت بتوقيع المدرب الإسباني السيد كاراسكو ليقابل واحد من المنتخبات المتطورة في الآونة الأخيرة في الآونة وفي أيضا المراحل الأخيرة. المنتخب الفلسطيني الذي قدم عطاءات ممتازة في أيضا الخمس جولات الماضية في التصفيات المزدوجة. المنتخب الفلسطيني الذي يأتي بقيادة الكابتن سامح وأيضا مصعب بطاط قائد وكابتن المنتخب الفلسطيني، بينما في حراسة المرمى توفيق أبو حماد، في خط الدفاع محمود أبو وردة، محمد أبو ميالة، موسى سليم، علي أو عودي خروب، في وسط الميدان موسى فيراوي، مصعب بطاط كما ذكرت قائد المنتخب الفلسطيني، سامح مرعبة ومحمد خليل وشهاب قنبر وأيضا تامر صيام. هذه التشكيلة التي جاءت للجزائري نور الدين ولد علي ليقابل السيد كاراسكو في واحدة من التحضيرات ومن البروفات القادمة في أيضا التصفيات المشتركة القادمة في شهر مارش القادم في 25 من شهر 3 القادم. استحقاق يعني يضع العيون يضع كل الأمور القادمة. خالد شامان المنضم في أول مباراة دولية ودية لخالد شامان مدافع نادي النصر. هنا المحاولة المتابعة الآن إلى فهد الأنصاري إلى طلال الفاضل ولكن إلى خارج أرضية الملعب المتابعة. نتابع مشاهدينا الكرام منتخبنا الوطني والعيون والمنافسة على أيضا يعني التأهل للمرحلة القادمة كونه يملك أيضا الوضعية جيدة في أحداث المجموعات الثانية مع منتخب أستراليا المتصدر ب 12 نقطة ثم منتخبنا الوطني بفارق الأهداف عن الأردن بعشر نقاط. عشر نقاط منتخبنا الوطني في المركز الثاني وصيف الكانغارو الأسترالي ثم الأردن في المركز الثالث بفارق الأهداف بعشر نقاط ثم النيبال وتايبي هنا في أيضا المركز الرابع والخامس. وضعية جيدة وضعية ممتازة لي أيضا الممتازة لمنتخبنا الوطني هنا في هذه المقابلة بعكس ما نرى في المنتخب الفدائي الفلسطيني. منتخب فلسطين يأتي في هذه المباراة وهذا اللقاء والتحضيرات كونه يملك أيضا وضعية ليست بالجيدة في المجموعة الرابعة واللي يتصدر المنتخب الأوزبكي ثم المنتخب السعودي في المركز الثالث سنغافورة في الثالث منتخب اليمن الرابع. لكن فلسطين الذي لعب لخمس مقابلات خمس مباريات لم يحقق سوى فوز وحيد على منتخب أوزبكستان في أولى الجولات في الجولة الأولى. منتخب فلسطين فاز على أوزبكستان بهدفين مقابل لا شيء ثم خسر أمام سنغافورة بهدفين مقابل هدف. الجولة الثانية جاء فلسطين في الجولة الثالثة وأخذ يعني راحة في تلك الجولة. جولة الرابعة تعادل سلبيا مع المنتخب السعودي ثم خسر خسارة كبيرة
في الجولة الخامسة أمام المنتخب الأوزبكي بأربعة مقابل لا شيء. كرة اللعب الآن محاولة إلى الأمام ولكن إلى إحضان حارس المرمى سليمان عبد الغفور. المتابعة هنا في هذه المقابلة في واحدة من اللقاءات الودية الدولية في لقاء يعني يحمل في طيات الكثير من الأهمية لمنتخبنا الأزرق، مطالب بعطاءات ممتازة. منتخبنا الوطني في شهر سبتمبر عام 2019 بدأ أولى الجولات أمام النيبال وفوز على المنتخب النيبالي بسبعة مقابل لا شيء. خسيرة في الجولة الثانية. كرة اللعب الآن محاولة فهد الهاجر. فهد الهاجر يتقدم في هذه اللحظات إلى يعني تبقى للأزرق. خسر أمام أستراليا بثلاثة مقابل لا شيء. تعادل سلبية في أكتوبر في عام 2019 أمام المنتخب الأردني، ثم فاز على منتخب الصين تايبي بتسعة مقابل لا شيء. ثم النيبال فوز بهدف مقابل لا شيء في النيبال في نوفمبر لعام 2019 قبل يعني أزمة الجائحة الكورونا، أزمة الكورونا التي عصفت بكل الأمنيات، عصفت بكل الأمور، إيقافات كثيرة، انعدام للحياة الرياضية. هنا المتابعة يا سلام من بدر إلى فهد الهاجري، ولكن أيضا تبقى لصالح المنتخب. واحد من الأسماء الممتازة في الخطة الهجومي الشق الهجومي. الضربة الجانبية الركنية. المتابعة الآن محاولة تبقى لصالح منتخبنا الوطني. الأزرق مطالب بأيضا وضعية انضباطية فنية عالية، مطالب بالوقوف على أبرز الأخطاء، على أبرز الأمور الفنية استعدادا للتصفيات المشتركة. طلال الفاضل الآن يكسب خطأ في وسط الميدان. المتابعة ودخول قوي، دخول عنيف وقوي من اللاعب الواضح محمود أبو وردة. محمود أبو وردة ومحمد أبو ميالة، موسى سليم، عودي خروب. تشكيلة المنتخب الفلسطيني بقيادة يعني الطاقم التحكيمي الكويتي بقيادة الحكم أحمد العلي اللي تسلم الإشارة الدولية في عام 2016، جاء من أبرز الحكام النخبة لعام 2018. هذا المدرب أندرياس كاراسكو والذي يساعد ثامر عناد، واحد من المساعدين الممتازين والمدربين. فاز على المنتخب السعودي في أولى مباراة خليج 24 التي أقيمت في قطر الشقيق. خطأ لصالح بدران. بدر المطوع فوق الوصوف وفوق كل الكلمات. بدر المطوع الآن محاولة ولكن إلى حارس المرمى، الحارس توفيق أبو حماد. توفيق أبو حماد حارس المرمى للمنتخب الفلسطيني. المتابعة عيون تراقب، خبرة ميدانية كبيرة لبدر المطوع في قيادة هجومي ولاعبي الأزرق في عمليات التجديد القادمة. المتابعة كرة اللعب الآن، عودة من اللاعب محمود أبو وردة إلى توفيق أبو حماد. المنتخب الفلسطيني الآن محاولة إلى الأمام، مبعد من فهد الرشيدي، تبقى في وسط الميدان وفي وسط الملعب من بدر المطوع. محسير الموسوي، بدر المطوع
حسين يقدم عطاءات أكثر من ممتازة وأكثر من رائعة مع نادي السالمية بعدما كان لاعب النادي العربي أحمد الزنكي والعيون التي تراقب هذا اللاعب الممتاز لعب يعني يقدم عطاءات أكثر من ممتازة في الأونة الأخيرة شاهدنا في كأس الخليج نتمنى أن تكون الوضعية الجيدة والممتازة للإسبانيا السيد أندريس كاراسكو تعاقد مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم منذ أربع أشهر سحب الثانية والأربعين عاما السيد كاراسكو كرة اللعب الآن محمد خليل مقطوعة يا سلام رضا هاري الآن إلى بدران إلى بدران بدر المطوع الآن تمريرة من رضا هاري إلى بدر المطوع قائد الكتيبة الزرقاء قائد منتخبنا الوطني الآن بتمريرة جميلة من رضا هاري يقدم يعني عرضية جميلة ولكن أيضا تبقى محاولة لأيضا المنتخب أيضا المنتخب الفلسطيني محاولة تبقى إلى سامح مرعبة سامح مرعبة إلى مصعب بطاط قائد وقائد كتيبة وكابتن المنتخب الفدائي المنتخب الفلسطيني نحاول الآن موسى سليم إلى محمود أبو وردة إلى محمد أبو ميالة عودي خروب ولكن أيضا إلى من اللاعب سامح مرعبة ولي أيضا المدافع عبد العزيز ناجي عبد العزيز ناجي واحد من الأسماء الحقيقة اللي يعتمد عليه المدرب الإسباني في أولى اللقاءات في أولى الأشواط مع المدرب كاراسكو عبد العزيز ناجي لاعب نادي الكويت وأيضا خالد شامان لاعب نادي النصر في أول مباراة دولية ودية لهذان اللاعبان نتمنى التوفيق لعمليات التجديد القادمة في أيضا الوضعية يعني نتمنى أن تكون جيدة والعيون التي تراقب يعني لقاء أستراليا في أيضا في شهر مارس والمنتخب الأردني في لقاءين قادمين ليس من الأمور المستحيلة ولكن أيضا بهمة الرجال بهمة الكبار نبقى في أيضا إن شاء الله بحول الله تعالى في المنافسة على يعني التصفية المرحلة القادمة السيد كاراسكو والمدرب الجزائري نور الدين ولد علي صاحب 48 عاما 6 أعوام ما بين أعمار المدربين أو المدربان هنا في هذه المقابلة سامح مرعبة محمد أو محمود أبو وردة في وسط الميدان عودي خروب إلى مصعب بطاط محاولة فقط من اللاعب الممتاز رضا هاني مجهودات عالية لياقة بدنية ما شاء الله تبارك الله نتمنى الوقوف هذه في مثل لقاءات هذه اللقاءات الودية الدولية اللي يقوم المدرب بأيضا إتاحة الفرصة لكل لاعبي اللاعبين المنضمين لمنتخبنا الوطني للوقوف وإتاحة الفرصة وإعطاء الفرص الكثيرة للوقوف على المستويات الفنية العالية وعلى الأخطاء التي تصطحب هذه اللقاءات الودية بدر المطوع يغير تماما إلى الطرف الأيسر في محاولة أولى ولكن رأسية من اللاعب محمد خليل حارس المرمى توفيق أبو محمد إلى محمد خليل من موسى فيراوي وأيضا مصعب بطاط سامح مرعبة محمد أبو ميالة سعادة الرئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف وأيضا رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل أرجوب اللي أيضا صرح وأيضا حث لاعبي منتخب بلاده قبل اللقاء القادم الرسمي في 25 من شهر مارس شهر 3 القادم أمام منتخب سنغافورة
لحسابات الجولة السابعة ضمن أحداث المجموعة الرابعة للمنتخب الفلسطيني. فادي الهاجري محاولة إلى خارج أرضية الملعب. منتخبنا الوطني استحقاقات قادمة تحمل في طياتها الأهمية. الأزرق الذي يخوض هذا اللقاء، اللقاء الودي الدولي، سوف يكون لديه لقاء 27 من هذا الشهر أمام المنتخب العراقي في مدينة البصرة، ثم أمام المنتخب السوري في الرابع من شهر مارس قبل المباراة المرتقبة في 25 من شهر 3 القادم، رابع من شهر مارس، لقاء ودي دولي أمام المنتخب السوري، منتخب سوريا. إذن اليوم فلسطين أمام العراق أمام سوريا. كرة اللعب الآن إلى أحمد الزنكي، محاولة إلى بدر، بدر الآن متابعة، محاولة إلى المتابعة والتسديدة ولكن تعود، لا زالت المحاولة قائمة. خالد شامان، خالد شامان الآن إلى فهد الهاجري، محاولة في الطرف الأيمن، العودة من جديد الآن إلى بدر المطوع، ولكن أيضا تتخلص، تتخلص وتبعد من بدر المطوع، من امام بدر المطوع ورضا هاني وخالد شامان وفهد الهاجري ليقدم عطاءات ممتازه ممتازه في هذه المباراه. كره اللعب الى خالد شامان، بدر المطوع الان في محاوله لحسين الموسوي، الموسوي يحاول يقع تحت رقابه المدافع، المدافع القوي محمد ابو مياله، ابو مياله الان محاوله الى اتجاه المرمى، المنتخب الفلسطيني يحاول، لا زالت المحاوله قائمه ولكن الابعاد، الابعاد تعود مجددا. المنتخب الفلسطيني الان يضغط في الطرف الايسر الى ثامر صيام، ثامر صيام لعب اللي يلعب مع شهاب قنبر والكابتن مصعب بطاط في واحده من الاسماء المهمه في تشكيله المنتخب الفلسطيني، واللي شهدنا وترقبنا وتابعنا الوضعيه الجميله وحجم التغير الذي طرأ على المنتخب الفلسطيني في السنوات الثلاث الأخيرة، مستويات عالية على التنفيذ الآن. موسى فيراوي، الفيراوي الآن، ولكن سليمان عبد الغفور، موسى فيراوي واحد من الأبرز اللاعبين واللي يقدم عطاءات ممتازة، وشهدنا ذلك اللقاء اللي جمع المنتخب الفلسطيني أمام المنتخب الأوزبكي جولة الأولى، هدفين مقابل لا شيء للفدائي أمام المنتخب الأوزبكي في واحدة من اللقاءات الممتازة التي لا تنسى لمنتخب فلسطين. كرة اللعب الآن إلى فهد الهاجري، خالد شامان في أول اللقاءات الودية الدولية لهذا اللاعب اللي يقدم وقدم عطاءات ممتازة في بطولة الدوري وفي بطولة كأس سمو ولي العهد مع نادي النصر. اختيار نتمنى ان يكون عند الثقة مع عبد العزيز ناجي، والاسماء يعني اللي انتدبت في هذه المباراة الودية الدولية، المنتخب الفلسطيني ومدرب الجزائري نور الدين ولد علي. المتابعة الان، التقى المنتخب، المشاهدين الكرام، اللقاءات الماضية التي جمعت الأشقاء والمنتخبان اللي التقيا في 9 مناسبات أخيرة، منها 5 لقاءات ودية و4 مباريات رسمية، وفاز الأزرق في 7 مناسبات وفي 7 مقابلات حقق من خلالها الأزرق الفوز ضمن 9 لقاءات ماضية. جاء التعادلين، جاء يعني تعادلين دون أن يحقق المنتخب الفلسطيني أي فوز على الأزرق في 9 لقاءات ماضية في 9 مناسبات ماضية في جماعة الفريقين. متابعة إلى الأمام في محاولة أولى، لا زالت المحاولة قائمة، والمبعدة من حمد أيضا حربي. المتابعة الآن تتخلص من حمد حربي، ضغط وايضا عمليه التمرير
وعمليات ايضا التاديه من حمد حربي. لابد ان تكون التركيز العالي، التركيز العالي لابد ان يسجل في 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 الوقوف في 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 مثل هذه المباريات. ايضا انت كمدافع قوي قلب دفاع لابد ان يعني يكون التايم ديلي، يعني ممنوع ممنوع منعا باتا، لابد ان تكون في ايضا الوقت المحدد والمطلوب، وهذا يحتاج الى تركيز عالي وتوافق عصبي ذهني فني عالي يكون من خلاله في ايضا الخط الخلفي. كرة اللعب الان الى عبد العزيز ناجي، اسماء قادمة على مستوى الشباب يعني انتدبت واستدعيت في الاونة الاخيرة في هذا اللقاء اللي نتابع واياكم مشاهدينا الكرام. اسماء ممتازة شابة قادمة، قائمة البدلاء حسين كنكوني، محمد العازمي، خالد محمد ابراهيم، فيصل زايد، مهدي دشتي، محمد القلاف، مبارك الفليني، فواز عايض العتيبي، شبيب الخالدي، سعود الجناعي، بندر بروسلي، الاسماء اللي يعني اللي ان شاء الله تكون على قدر المسؤولية والامور. كرة اللعب الان في محاولة، ولكن ايضا الحكم الحكم الدولي السيد احمد العلي لاحظ قدوم وايضا انطلاقات اللاعب تامر صيام مع فهد الهاجري. تامر صيام واحد من الاسماء الممتازة مع الكابتن مصعب بطاط مع سامح مراعبة، الشاب قنبر وعدي خروب ومحمود ابو وردة ومحمد ابو ميالة، لاعبين استطاعوا من خلال الآونة الأخيرة يعني في تمثيل يعني أمور المنتخب الفدائي في وضعية نتمنى أن تكون جيدة لأزرقنا لمنتخبنا الوطني الأزرق، مطالب بحول الله تعالى الابتعاد. منتخبنا الوطني اللي لعب لخمس جولات حقق من خلالها ثلاث مباريات فوز وتعادل وحيد وخسارة وحيدة، نتمنى أن تكون الأخيرة أمام منتخب أستراليا جولة الثانية بثلاثة مقابل لا شيء. المتابعة الآن نتابع المنتخب الفلسطيني المحاولة الآن، كرة اللعب الآن لي أيضا مصعب بطاط إلى عودي خروب، ولكن أيضا تتخلص إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ المدرب ثامر عناد مع كراسكو يأمر بأيضا الصعود لكل لاعبي الأزرق للحفاظ على الوضعية الفنية والبوزيشن الصحيح في ايضا الخط الخلفي، ولكن المبعدة من حمد حربي. متابع زالت المحاولات القائمة، خطأ لصالح منتخبنا الوطني ولعبد العزيز ناجي. عبد العزيز ناجي كما ذكرت وضعية على مستوى اللقاءات الودية والرسمية ما بين الفريقين ما بين المنتخبين هي أكثر من ممتازة للأزرق في عدد المرات الفوز، سبع مباريات فوز أصل تسعة تعادلين بين أيضا المنتخبين وبين الأشقاء. كرة اللعب إلى بدر المطوع، نقطة خطورة كبيرة، ارتكاز كرة اللعب، انطلاقة سريعة إلى سامح مراعبة، مراعبة الآن سامح مراعبة، ولكن تسديده إلى خارج أرضية الملعب.
تمديده الى خارج ارضيه الملعب لهذه المقابله. المتابعه الان للمنتخبان والاشقاء هنا في هذه المباراه. احمد العلي حكم الدولي الى الان يقود المباراه قياده ممتازه، ايضا يساعد المساعد الاول احمد صادق، ايضا قيادتي اول مباراه وديه دوليه، واللي تسلم الشاره احمد صادق في عام 2020 سعود الشمالي، اول مباراه دوليه ايضا واللي تسلم الاشاره في عام 2021 عمار اشكناني في عام 2016 كالحكم رابع، وايضا من حكام النخبه في عام 2019. فهد البراك مراقبا لهذه المباراة، مقيم أداء الحكم الحكم الدولي السابق حسين شعبان. نتابع طلال البلوشي أيضا المراقب الإعلامي. كرة اللعب الآن إلى فهد الرشيدي، فهد حمود. المتابعة على المنتخب الفلسطيني في منتصف الميدان، محاولة إلى الأمام، فهد الهاجري مع تامر صيام. تامر إذا عدى فيها خطورة مع فهد الهاجري. تامر الآن صيام، تامر صيام الآن إلى مصطفى مصعب بطاط. بطاط ولكن أيضا تتخلص من ناجي. برافو على ناجي، برافو على عبد العزيز ناجي لاعب الظهير الأيسر، يأتي في هذه المقابلة في أول استحقاق ودي دولي يجمع هذا اللاعب من انتدابات المدرب الاسباني كاراسكو. المتابعه الان ولكن الى خارج ارضيه الملعب، تبقى لصالح حسين الموسى. حسين عطاءات اكثر من رائعه واكثر من ممتازه في هذا الموسم، ما شاء الله تبارك. راينا في بطوله الدوري على المستوى المحلي اهداف كثيره، وضعيه ممتازه لهذا اللاعب، يستحق بلا شك ان يكون واحد من المنضمين لقائمة الازرق. هذا هو المهم وهذا هو المطلوب، ان تمثل منتخب بلادك. البلد هو الاول هو الاخر على يعني مستوى كرة القدم وفي كل المجالات التي تمثل بلادك. لابد ان يرتفع علم بلادك في كل الميادين شتى المجالات. كرة اللعب الآن إلى الصيام، ولكن دخول قوي وقوي جدا وبطاقة صفراء على فهد حمود الرشيد. بطاقة صفراء المنتخب الأزرق يعني مطالب. أول لقاء الذي جمع الفريقين والمنتخبين في العاشر من إبريل عام 2002 في بطولة ألعاب غرب آسيا. حقق منتخبنا الوطني بسبعة مقابل لا شيء في تلك المباراة وفي تلك البطولة في بطولة غرب آسيا على منتخب الفلسطيني. خطأ لصالح المنتخب الفلسطيني، الفدائي لهذا اللاعب تامر صيام على التنفيذ الآن. خطأ لتامر، تامر صيام على التنفيذ الآن. أوه برافو على سليمان، يا سلام على سليمان عبد الغفور لاعب وحارس النادي العربي، واحد من الحراس اللي يقدمون عطاءات ممتازة للغاية في الآونة الأخيرة. لاحظ، يا سلام على سليمان عبد الغفور، ما شاء الله تبارك الله على الحارس، عطاءات وأيضا أداء في ايضا انقاذ مرمى الازرق في هدف محقق كاد ان يكون. الضربه الجانبيه تامر صيام على التنفيذ. تامر الان متابعه باتجاه المرمى ولكن اعتلت العارضه. تهديد فعلي وايضا من الكابتن مصعب بطاط. لاحظ الاعاده لي ايضا المنتخب الفلسطيني اللي يعاني ويعاني في الوضعيه الغير جيده، ليست بالجيد في المجموعة الرابعة.
نعم خسارة، يعني ثلاث خسائر لمنتخب الفلسطيني. فهد الهاجري إلى طلال الفاضل، فهد الهاجري مقطوع، ولكن أيضا تبقى إلى بدر المطوع. بدر المطوع، بدران ذو قيمة عظيمة فنية عالية سواء مع القادسية أو مع الأزرق. متابعة إلى الأمام، محاولة. أين قبل أيام يعني الأمور الإعلامية والأمور اللي جاءت أمام بدر المطوع في عملية التشكيك الغير مبررة والغير واضحة على واحد من يعد من اللاعبين الكبار سواء مع الأزرق أو مع القادسية. بدر المطوع اللي وصل إلى نضج كبير، احترافي كبير، وهذا رأيناه وشاهدناه وتابعناه مع النادي النصر السعودي، النادي العالمي، في أهداف لا تنسى وفي أداء كبير وكبير جدا لبدر المطوع في عملية التشكيك الغير مبررة والغير واضحة لدى هذا اللاعب الكبير بدر المطوع. نعم يعد من اللاعبين الكبار، نعم يعد من اللاعبين الأساطير على المستوى المحلي والدولي، واللي كاد قاب قوسين أن يكون واحد من الأفضل في القارة الصفراء في عام 2007. أيضا تجارب احترافية مع النصر السعودي، مع الملك القطراوي نادي قطر. نعم يعني سجل كبير وكبير جدا بدر المطوع سواء مع القادسية أو مع الاستحقاق الوطني مع منتخبنا الوطني. حمد حربي إلى سليمان عبد الغفور، محاولة عالية إلى الأمام. في الدقيقة 32 مشاهدينا الكرام لا يزال التعادل السلبي القائم في اللقاء الودي الدولي اللي يجمع الأشقاء منتخب فلسطين ومنتخبنا الوطني الغالي. إن شاء الله تكون له كلمة في المرحلة القادمة وفي ثلاث مباريات قادمة مهمة ومهمة جدا اللي تحتاج إلى أيضا تحتاج إلى الكثير من الأمور، تحتاج إلى انضباط فني عالي، تحتاج إلى تركيز، تحتاج إلى لياقة بدنية عالية. كونك تقابل المنتخب الأسترالي في أستراليا في الاستحقاق القادم في المباراة القادمة 25 من شهر 3 القادم، بعدها في 30 من شهر مارس أمام المنتخب الأردني، أيضا من الأمور وأيضا من المنتخبات القوية وليست بالسهلة. ثم أمام الصين تايبي، منتخب تايوان أمام في 15 من شهر يونيو القادم في شهر 6 القادم. كل التوفيق والأمنيات، كل التوفيق والأمنيات القلبية للأزرق في الاستحقاقات القادمة. المتابعة الآن، يغيب عن قائمة الأزرق سلطان العنزي بداعي الإصابة، أيضا فهد الأنصاري اللي ذهب لأيضا الاحتراف الخارجي مع نادي الوكرة. فهد الأنصاري اللي لعب أيضا نادي اتحاد جدة السعودي وللفيصلي السعودي، والآن يلعب في الوكرة القطري. كل الأمنيات لكل لاعبي الأزرق، لاعبي منتخبنا الوطني اللي نتمنى أن تكون لهم الكلمة القادمة أمام منتخب أستراليا، ليس بمنتخب أستراليا اللي أيضا لديه الشخصية القوية قائم مستوى ومنتخب أستراليا السابق. إذا ما تمت المقارنة في الأسماء الكبيرة لمنتخب أستراليا، لكن رجال الأزرق قادرين بحول الله تعالى بقيادة الـ أيضا العمدة والمهندس بدر المطوع
المحاولة إلى الأمام، متابعة، لا زالت المحاولة قائمة، ولكن إلى حارس المرمى توفيق أبو حمد، حارس المرمى لمنتخب فلسطين. آخر مواجهة اللي جمعت المنتخبين في 11 يعني من مايو لعام 2018. فوز منتخبنا الوطني بهدفين مقابل لا شيء في آخر اللقاءات وآخر المباريات الودية الدولية التي تجمع الأشقاء في الفيفا دي، في أيام الفيفا أو في خلافة. نتابع الآن محاولة إلى الطرف الأيمن، موسى فيراوي، فيراوي، ولكن الإبعاد من فهد الرشيدي، فهد حمود الرشيدي إلى حسين الموسوي، متابع إلى بدر، بدر الآن يا سلام، محاولة يا الله على هذه التمريرة، لكن فهد الهاجري، المتابع من أيضا مصعب بطاط التي يعني تجمع على شقة في 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 مثل هذه المباريات. سليمان عبد الغفور، في المناسبة أو بالمناسبة في التعادلات التي جمعت الفريقين، هو تعادل في لقاءين جمع الأشقاء ضمن 9 مقابلات ماضية، شهر ديسمبر لعام 2002 اللي جاء التعادل ب3-3 في تصفيات كأس آسيا، والمباراة الثانية والتعادل الثاني اللي جمع الفريقين هو التعادل السلبي، كان في ديسمبر لعام 2011. هذه في مجمل اللقاءات التي جاءت سواء في التعادل أو في عدد مرات الفوز لـ7 مقابلات. نتابع الآن إلى الهاجري فهد، خالد شامان، فهد الرشيدي إلى طلال الفاضل، محاولة إلى أيضا المبعدة من عبد العزيز ناجي، ناجي الآن إلى طلال الفاضل، بدر المطوع، لاحظ بدر العودة إلى منتصف الميدان، كرة اللعب، بدر المطوع والإبعاد إلى خارج أرضية الملعب، قائد وكابتن الأزرق في هذه المباراة. نتابع مشاهدينا الكرام في الدقيقة 38، مشاهدينا متابعينا الأفاضل على قنوات سبورت، سبورت الكويت في استحقاق دولي. خالد شمام إلى طلال الفاضل، بدر المطوع، لاحظ الكرة المقطوعة، لاحظ عمليات الالتحام المباشر، هنا المتابعة إلى الأمام في محاولة، ولكن فهد الرشيدي، عودة إلى خارج أرضية الملعب من أمام اللاعب تامر صيام. الوضعية إلى الآن في الوقوف على تشكيلة الفريقين، أبرز لاعبي المنتخب الفلسطيني واللي رأيناهم في مرحلة الذهاب لدوري المحترفين للأندية الضفة الغربية ودوري الاحتراف الجزئي، ظل صعوبة استدعاء اللاعبين اللي مرتبطين في أنديتهم، المرتبطين مع أنديتهم في الاحتراف الجزئي للاعب المنتخب الفلسطيني. كرة اللعب الآن، والإبعاد من عبد العزيز ناجي، ناجي يقدم عطاءات ممتازة مع خالد شامان في أولى اللقاءات الودية الدولية. سوف يتذكر عبد العزيز ناجي وخالد شامان في اللقاء الأول لهم في على المستوى الدولي. لاحظ محمد خليل عرضية مبعدة من ناجي عبد العزيز، لمسة يد واضحة على عودي خروب، فهد الهاجر إلى طلال الفاضل،
الأزرق أمام استحقاق قادم في اللقاءات الودية الدولية أمام المنتخب العراقي. منتخب العراقي في مدينة البصرة. 27 من هذا الشهر، طلال الفاضل إلى رضا هاني، محاولة إلى الأمام، المتابع إلى الزنكي، أحمد الزنكي، عبد العزيز، يعني عبد العزيز ناجي إلى بدر المطوع، بدران المطوع الآن، ناجي عبد العزيز ناجي، ولكن أيضا تتخلص، تبقى بثقة الكبار لتامر صيام. المحاولة، يا سلام على الهاجري، المتابعة إلى محمد خليل، انطلاقة سريعة، المحاولة إلى مصعب بطاط، كرة اللعب الآن، تسديدة قوية ولكن أيضا جانبية إلى خارج أرضية الملعب. نمضي نسير في الدقيقة الحادية والأربعين من أحداث شوط المباراة الأول. لاحظ التقدم الجيد من فهد الهاجري للأزرق أمام منتخب سوريا، رابع من شهر مارس القادم، شهر ثلاثة قبل المباراتين الرسميتين في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، التصفيات المزدوجة مع كأس آسيا الصين 2023، أستراليا، الأردن، الصين، تايبي. أيضا نفس الوضعية لمنتخب الفلسطيني، ثلاث استحقاقات قادمة لفلسطين أمام سنغافورة في المجموعة الرابعة في 25 من شهر ثلاثة القادم، ثم أمام السعودية في 7 يونيو، وفي 15 من شهر يونيو أيضا اللقاء الأخير لفلسطين أمام اليمن، منتخب اليمن الشقيق. إذا سنغافورة، منتخب السعودي، منتخب اليمن، في أيضا استحقاقات قادمة لمنتخب الفدائي الفلسطيني. نتابع الآن العودة إلى منتخب فلسطين، لا إلى محمد أبو ميالة، إلى موسى سليم، متابعة إلى محمد أبو ميالة، إلى مصعب بطاط، محاولة عالية إلى الأمام، لازالت المحاولة ولكن أيضا خطأ لصالح فهد الهاجري وللأزرق. منتخبنا الوطني، لاحظ التمريرة الجميلة من مصعب بطاط، قائد وكابتن المنتخب الفلسطيني 27 عام، لاعب لنادي أهلي الخليل في عام 2017، يلعب ولاعب لنادي شباب الظاهرية الفلسطيني في عام 2014، والآن يلعب مع نادي شباب الظاهرية الفلسطيني. مصعب بطاط واحد من أبرز اللاعبين في تشكيلة أيضا المنتخب الفلسطيني. نتابع مشاهدينا الكرام إلى بدر المطوع، القيمة الفنية العالية الاحترافية، كرة اللعب الزنكي، أحمد الزنكي، تبقى إلى محمد أبو ميالة، إلى موسى سليم، محاولة عالية إلى الأمام، تجد فهد الرشيدي، قوي فهد حمود الرشيدي، وأن تتحدث وتتكلم عن الطول القامة، ما شاء الله تبارك الله، أداء قوي، قوة جسمانية كبيرة، لكن على مستوى اللياقة البدنية لياقة جيدة، لكن يجب التركيز في الخط الخلفي، لأن ما يعني ما يعيب وما هي عيوب المنتخب، منتخبنا الوطني.
يحتاج إلى قلب دفاع قوي، خط خلفي قوي، صانع العاب ممتاز في قيادة هجوم الأزرق. لا بد من صانع العاب يكون يعني بجانب بدر المطوع قادم من الاستحقاقات، والأسماء قادمة قوية وكبيرة، لما لا أن يكون واحد من صناع على مستوى الخبرة لكن على المستوى الشبابي القادمين بقوة الواعدين. عجبني كثيرا عبد العزيز وادي لاعب القادسية، أيضا من صناع اللعب الممتازين اللي شاهدناه في الفترة الوجيزة الأخيرة. دقيقة الوقت البدل الضايع، تحتسب هذه الدقيقة من الحكم أحمد العلي، الحكم الرابع عمار أشكناني. قيادة ممتازة للطاقم التحكيم الكويتي، وأيضا يعني الحكم أحمد العلي يعجبني كثيرا هذا الحكم مع زملاء عبد الهادي العنزي، سعد الفضلي، عمار أشكناني، أحمد صادق، سعود الشمالي، الأسماء القادمة على مستوى التحكيم الكويتي. هنا يعلن الحكم الدولي أحمد العلي عن نهاية شوط المباراة الأول. الحصة الأولى انتهت التعادل السلبي الذي يجمع ما بين منتخبنا الوطني والمنتخب الفلسطيني. استراحة قصيرة وأعود إليكم في بداية الشوط الثاني. أترك الأرى الكلمة إلى زميلي العزيز عبد الله الأنصاري. عبد الله إليك الكلمة. شكرا جزيلا للزميل عبد الله الأنصاري. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل أينما كنتم. هنا انطلاقة الشوط الثاني والحصة الثانية من اللقاء الودي الدولي الذي يجمع الأشقاء ما بين منتخبنا الوطني والمنتخب الفدائي الفلسطيني في واحدة من اللقاءات المهمة، قبل أيضا الاستعدادات قبل اللقاءات المهمة والرسمية في شهر مارس القادم، شهر ثلاثة القادم. هنا المتابعة، انطلق شوط المباراة الثانية مشاهدينا الكرام. المنتخب الفلسطيني باللباس الأبيض على يسار السادة المشاهدين، الأزرق على يمين الشاشة في الحصة الثانية. هل ستكون أيضا انتدابات جديدة؟ هل تكون الأمور يعني مغايرة عما رأيناه في الحصة الأولى؟ وهذا اللي تحدث عنه الزملاء عبد الله الأنصاري، سلمان عواد، محمد الثروة ما بين شوطي المباراة في إمكانية أيضا الاتزان والانضباط الفني اللي يجمع الفريقين، وعملية الترابط وعملية التعاون، عملية أيضا الانسجام مهمة ومهمة جدا ما بين مزيج ما بين لاعبي الخبرة ولاعبي اللاعبين الشباب المنضمين حديثا لأيضا تشكيلة الأزرق. حسين الموسوي واحد من الأهداف في بطولة الدوري، واحد من الأسماء الممتازة اللي نتمنى أن تكون عونا في الاستحقاقات الثلاث القادمة أمام أستراليا والأردن والصين تايبي. كرة اللعب الآن في محاولة أولى إلى منتخب الفلسطيني. هل نشهد يعني أسماء قادمة في عمليات التبديل يعني اللي اتفق عليها، إما أن تكون يعني ست أسماء محددة أو أن تكون الأمور مفتوحة في عمليات المطلقة التبديلية القادمة؟ هذا ما سوف نتابعه. كرة اللعب الآن في محاولة محمد أبو وردة، محمود أبو وردة، لاحظ فهد الرشيدي، والرأسية تبقى إلى المتابعة رضا هاني. كرة اللعب إلى حمد حربي في هذه المقابلة. لكل من يتابع هذه المباراة وهذا اللقاء الذي يجمع الفريقين ويجمع الأشقاء، الأزرق في حراسة المرمى سليمان عبد الغفور، فهد الهادري، فهد الرشيدي، خالد شمان، عبد العزيز ناجي، وسط الميدان رضا هاني، حمد حربي، طلال الفاضل، أحمد السنكي، وفي المقدمة حسين الموسوي والكبير بدر المطوع. نعم بدر المطوع اللي يفوق الوصف يعني في إمكانياته العالية في الاحترافية اللي وصل لها هذا اللاعب الكبير بدر المطوع. يسمع كلامي الحديث عن بدر المطوع
نقول انت تبالغ كثير. نعم بدر المطوع واحد من الاسماء الجميله اللي نتمنى يعني ايضا العوده الى قياده الازرق من جديد بعد الاخفاق في كاس الخليج الرابعة والعشرين التي اقيمت في قطر. كرة اللعب حسين الموسوي متابعة ولكن طالت على بدر المطوع الى خارج ارضية الملعب. منتخب الفلسطيني توفيق ابو محمد في حراسة المرمى، محمود ابو وردة، محمد ابو ميالة، موسى سليم، عودي خروب. هنا ايضا يبدو في اصابة لاحمد الزنكي اللي يعاني من اصابة قادمة. هنا المدرب الاسباني اندريس كاراسكو وايضا ثامر عناد وعمليه ايضا يعني الحوار مع طلال الفاضل وبدر المطوع يعني في اصابته والاطمئنان على احمد الزنكي. هنا ايضا نور الدين ولد علي، نور الدين ولد علي المدرب الجزائري للمنتخب الفلسطيني، منتخب فلسطين، موسى فراوي، مصعب بطاط، سامح مرعبه، محمد خليل، شاب قنبر، تامر صيام. هذه الأسماء اللي تأتي في هذه أيضا المقابلة في الحصة التالية. هنا أيضا أحمد الزنكي بالسلام يا أحمد، نتمنى العودة السليمة لهذا اللاعب الشاب الممتاز أحمد الزنكي لاعب نادي الكويت واللي لاعب نادي الشباب. نتابع الان محاولة ايضا المتابعة. كرة اللعب الى طلال الفاضل الى الامام، محاولة وسط الميدان الى بدر المطوع. المطوع الان الى رضا هاني، فهد الهاجري الى بدر، بدر ايضا متابعه الى الامام في محاوله، لا زالت المحاوله قائمه ولكن عوده الى طلال الفاضل. يا سلام على هذه التمريره، يا سلام على الكنترول من خالد شامان الى طلال الفاضل الى خالد الى ايضا اللاعب احمد الزنكي، احمد الزنكي الى الفاضل الى خالد، خالد شامان قيمه دفاعيه قادمه مع عبد العزيز ناجي. خالد شامان لاعب ومدافع نادي النصر، ثقه بالنفس، كنترول واضح، التفكير يعني التركيز العالي لدى هذا اللاعب في اول مباراه دوليه تجمع هذا اللاعب بمنتخبنا الوطني. كره اللعب الان في محاوله الى بدر المطوع، محاوله لا زالت المحاوله قائمه، العوده للمنتخب الفلسطيني الى سامح مرعبه الى مصعب بطاط المتابع ويبدو في اصابه، الإصابة اللي على اللاعب شاب قنبر، شاب قنبر. وأيضا التركيز العالي من فهد الرشيدي في رقابة هذا المهاجم الشاب قنبر وتامر صيام في أيضا الخط الخلفي. نتابع الآن مشاهدينا الكرام والمتابعة في هذه المقابلات وهذه المباراة، هل سيكون التعادل الثالث في ظل عشر لقاءات أخيرة تجمع الفريقين؟ بعدما ذكرنا في الشوط الأول سبع مباريات حقق من خلالها الأزرق الفوز، تعادلين، ولم يحقق الفوز إطلاقا المنتخب الفلسطيني على الأزرق في تسع مباريات ماضية. العودة إلى توفيق أبو محمد الفدائي الفلسطيني، منتخب فلسطين في الخامس والعشرين من شهر ثلاثة القادم يقابل منتخب سنغافورة، وأستراليا الذي يقابل منتخبنا الوطني ضمن أيضا لقاءات المجموعة الثانية للأزرق والمجموعة الرابعة للفدائي. اليابان أمام ميانمار، كوريا الجنوبية أمام تركمانستان، المنتخب العربي الخليجي البحريني أمام منتخب كمبوديا، الصين أمام جزر المالديف، الإمارات أمام المنتخب الماليزي، السعودية أمام اليمن في الاستحقاق القادم. وأيضاً الوقوف للأزرق على التحضيرات، على الاستعدادات، على الأمور الفنية والتكتيكية العالية اللي نتمنى ونطلب من رب العالمين
أن تكون الأفضلية لصالحنا في استحقاق يعني صعب أمام أستراليا، ولكن ليس بالمهمة المستحيلة. كرة اللعب إلى خالد شمان، خالد شمان إلى حمد الحربي، حمد حربي محاولة عالية إلى الأمام إلى أحمد الزنكي مع عودي خروب إلى أحمد الزنكي في الجناح الأيسر. تجد قائمة البدلاء التي تضم شبيب الخالدي ولفواز عايض العتيبي، مبارك الفنيني، فيصل زايد، خالد محمد إبراهيم، والأسماء التي تأتي بانتدابات المدرب الإسباني أندريس كاراسكو. متابعة الآن فهد الهاجري لاعب نادي الكويت، حقق بطولة كأس سمو ولي العهد قبل أيام أمام القادسية 2-1 في تلك المباراة، لقب التاسع له على المستوى هذه البطولة. نتابع الآن، متابعة مشاهدينا الكرام في أيضا يعني المباراة الودية الدولية، وبالمناسبة أول مباراة ودية دولية جاءت للمنتخب الفلسطيني أمام المنتخب المصري، وانتهى ذلك اللقاء ب7-1 لمنتخب مصر في أول مباراة دولية في تاريخ المنتخب الفلسطيني. كرة اللعب الآن إلى بدر المطوع، يا سلام على بدر، ولكن أيضا تعود إلى توفيق أبو محمد. المتابعة إلى الآن لا زالت الأمور في وسط أرضية الميدان. منتخب الكويت الأزرق بفارق نقطتين عن المتصدر أستراليا. هنا المتابعة إلى طلال الفاضل، بدر المطوع يكسب خطى دخول قوي من محمد أبو ميالة. محمد أبو ميالة دخول عريف وقوي على بدر المطوع. المتابعة بدر المطوع والحديث مع الكابتن مصعب بطاط. دخول عنيف وقوي على بدران، والله أيام يا بدر مع النصر السعودي العالمي والأهداف الجميلة في الدوري السعودي. تجربة لا تنسى لبدر المطوع مع العالمي. بدر المطوع الآن على تنفيذ الخطأ، على تنفيذ الخطأ كابتن وقائد الأزرق في هذه المباراة، على تنفيذ الخطأ الآن. برافو على رأسية الهاجري، فهد الهاجري يتقدم وبرأسية جاءت من العرضية. بدر المطوع كادت أن تأتي بهدف رأسية فهد الهاجري، كاد أن يصطاد حارس المرمى توفيق أبو محمد، لكن جانبية. نسير مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل أينما كنتم، هنا في الدقيقة العاشرة أو 12، أحمد الزنكي يحاول، متابعة، لا زالت المحاولات القائمة إلى بدر المطوع. بدأ الأزرق الآن يتحرك إلى حسين الموسوي، المتابعة الآن ولأيضا اللاعب طلال الفاضل، عملية البريسنج، عملية الضغط الواضحة، هنا المحاولة ولكن أيضا إلى حمد الحربي. حمد الحربي اللي شاهدناه وتابعناه في معظم المباريات التي لعبها مع نادي كاظمة، لاعب ارتكاز لكن هي أيضا إتاحة الفرصة في كل البوزيشن، كل الأسماء في المباراة الودية الدولية للوقوف على أبرز الأسماء، ولكن المبعدة من فهد الرشيدي. الرشيدي الآن ينقذ من أمام الشاب قنبر وتامر صيام، كرة محاولة، لا زالت المحاولة قائمة، هنا المتابعة إلى الأمام ولكن المبعدة من الرشيدي من المرة الثانية. العودة الآن هنا بقى إلى الأمام إلى عودي خروب، بالمناسبة يغيب على التشكيلة الأساسية عودي الدباغ، لعب نادي القادسية والسالمية السابق والمنضم حديثا للنادي العربي.
في أيضا استحقاقات قادمة في بطولة الدوري وبطولة كأس سمو الأمير، في الاستحقاقات المحلية. كرة اللعب إلى الموسوي، حسين الموسوي إلى الأمام، محاولة، لا زالت المحاولة قائمة من حسين، حسين يحاول إلى أيضا اللاعب رضا هاني، رضا هاني الآن إلى خالد شمان، ولكن تبريرة بلا عنوان، العودة إلى حارس المرمى توفيق أبو حماد. بهذه الوضعية وبهذه أيضا الصورة لابد من أيضا التبديلات، والتبديلات التي تتيح وتعطي فرص قادمة كبيرة للوقوف على أبرز الاستعدادات الفنية. المتابعة، كرة اللعب الآن، انطلاقة سريعة، خالد شمان مع اللاعب عودي خروب، برافو على خالد شمان، مكسب لهذا الانتداب، مكسب لهذا الاستدعاء من خالد شمان لاعب النصر. وأيضا عبد العزيز ناجي يقدمان حقيقة مباراة ممتازة على مستوى الخط الخلفي. لاحظ اشتراك ما بين خالد شمان، ما شاء الله تبارك الله، وأيضا عودي خروب، واحد من أبرز اللاعبين الخبرة في تشكيلة المنتخب الفلسطيني. وضعية، نعود ونقول لهذه الوضعية اللي تحتاج كثيرا من التركيز العالي. المباراة الدورية للأزرق في عام 1961 أمام منتخب ليبيا، وانتهى ذلك اللقاء بهدفين مقابل هدفين. ولعلنا نتذكر أكبر فوز حققه الأزرق أمام بوتان في فبراير لعام 2000 ب20 مقابل لا شيء. فاز الأزرق في تلك المباراة 20 هدف مقابل لا شيء أمام بوتان، لكن أكبر خسارة تلقاها الأزرق أمام المنتخب المصري في عام 61 وأمام المنتخب البرتغالي في عام 2003 في 8 مقابل لا شيء. اللقاءات التي لا نحبذ ذكراها واللي لابد أن ننساها، لأن الخسارة الكبيرة أليمة، ولكن الخسارة الأكبر أن تبقى في ذلك المستوى، في ذلك الرتم، في ذلك الليفل، من الأمور اللي تستطيع من خلالها أن تسقط مرة وتعلو مرة وتقوم مرة، ولا زالت الأمور في بين الأقدام. متابعة إلى الأمام في محاولة، لا زالت المحاولة في الطرف الأيسر، عرضية باتجاه المرمى، ولكن الإبعاد من فهد الرشيدي، تسديدة إلى خارج أرضية الملعب من اللاعب الكابتن مصعب بطاط، كابتن وقائد المنتخب الفلسطيني. المتابعة، الأزرق والتصنيف 148 عالميا في التصنيف الدولي واللي يقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، لكن أعلى تصنيف وصل حقيقة الأزرق هو التصنيف 24 واللي جاء في ديسمبر لعام 98، لكن أسوأ تصنيف وأدنى تصنيف وصل له الأزرق هو التصنيف 189، جاء في ديسمبر لعام 2017. هذه من الأرقام ومن التصنيفات التي لابد أن تكون في وضعية جيدة في عام 1998 في الجيل المميز اللي لا ينسى، جيل يعني جاسم الهويدي وبشار عبد الله وفواز بخيت وعبد الله وبران وبدر حجي وعصام سكين وعبد العزيز الهندي ووائل سليمان، نايف جابر، نواف جابر، الأسماء الجميلة، الأسماء الجميلة في ذلك العام في عام 98، وحقق من خلالها ذلك التصنيف المميز 24 على مستوى تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم. التبديلان دفعة واحدة، حسين الموسوي يأتي اللاعب الواضح شميع الخالدي،
القادر طلال الفاضل يأتي فيصل زايد. فيصل زايد تبديلا دفعة واحدة. فيصل زايد شبيب الخالدي المتابع الرضهاني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله على هذا اللاعب. روح لياقة بدنية رضهاني قدم عطاءات ممتازة في وسط الميدان. كرة اللعب الآن إلى فهد الرشيدي إلى حمد حربي الهاجري خالد جمان. راح تجد المدافع خالد جمان إلى رضهاني. كرة اللعب إلى مصعب بطاط. مصعب بطاط ولكن أيضا المتابعة المحاولة استمرارية. الحكم الدولي أحمد العلي القريب لكل الأحداث. فيصل زايد إلى بدر الطوا متابع إلى شبيب الخالدي. شبيب الآن يحاول إلى فيصل زايد. فيصل زايد وشبيب الخالدي. خروج حسين الموسوي وطلال الفاضل. خالد جمان ثقة بالنفس ما شاء الله تبارك الله. خالد جمان إلى بدر المطوع. بدر الآن إلى الزنكي أو شبيب الخالدي. شبيب الخالدي وفيصل زايد وأحمد الزنكي وبدر المطوع في المقدمة. لاحظ عملية التمثيل واضحة من الكابتن مصعب بطاط والقريب الحكم الدولي أحمد العلي. الكرة المنقولة المتابعة ونحن نسير في الدقيقة العشرين من أحداث الدرس الثاني والحصة الثانية من عمري هذا اللقاء الودي الدولي اللي يجمع الفريقين والأشقاء في هذه المباراة. اللقاء العاشر ما بين الفريقين. كرة اللعب الآن متابعة إلى الأمام. محاولة إلى وسط الميدان. عودة من جديد إلى موسى فيراوي. موسى فيراوي الآن إلى شهاب قنبر. قنبر يحاول شهاب متابعة وتسديدة إلى خارج أرضية الملعب. تبقى إلى ضربة جانبية لصالح المنتخب الفلسطيني. الضربة الركنية. الهاجري يقدم عطاءات ممتازة. هل ستكون الأمور إلى الأفضل في القادم من الاستحقاقات؟ ضربة جانبية. الضربة الجانبية المنتخب الفلسطيني. نتابع الآن للاعب تامر صيام. تامر صيام على التنفيذ إلى مصعب بطاط. محاولة ولكن الكرة المبعدة إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة جانبية. الركنية الثانية على التوالي من شبيب الخالدي. مهاجم يساند مدافعي يساند المدافعي في هذه اللحظة. أكبر فوز لفلسطين أمام منتخب إكوام ب 11 هدف في أبريل عام 2006. المتابعة الضربة الجانبية. تامر صيام على التنفيذ الآن إلى مصعب بطاط. المحاولة الآن لا زالت ولكن طالت ذهبت خرجت إلى خارج أرضية الملعب. تبقى إلى ضربة مرمى لسليمان عبد الغفور. المنتخب الفلسطيني لعل أكبر خسارة تلقاها في تاريخ أمام المنتخب المصري بثمانية مقابل واحد في عام 53 وأيضا خسارة بسبع أهداف مقابل لا شيء منتخب الفلسطيني أمام المنتخب الإيراني في أكتوبر لعام 2011. لكن بوجهة نظري المتواضعة هذه النتائج الكبيرة ذهبت لي لم تعد تذكر للمنتخب الفلسطيني المتطور كثيرا. تصفيات كأس العالم فوز على المنتخب الأوزبكي المتصدر في أولى الجولات بهدفين مقابل لا شيء وأيضا تعادل سلبي أمام المنتخب السعودي. منتخب الفلسطيني لكنه خسر أمام سنغافورة وأمام المنتخب الأوزبكي في مباراة الإياب. وضعية
إلى الآن يعني لدي الفرصة الكاملة المنتخب الفلسطيني الحديث عن المجموعة الرابعة، جولة السابعة والثامنة أو السادسة والسابعة والثامنة القادمة، جولات ثلاثة قادمة، بدر المطوع وأيضا الدخول القوي من موسى في الراوي. نتابع الآن موسى في الراوي، خطا لصالح بدر المطوع، بدر المطوع متابعة إلى الأمام، محاولة، لازالت المحاولات القائمة، دخول عنيف من فيصل زايد على لاعب المنتخب الفلسطيني اللي هو تامر صيام. تامر صيام لاعب المنتخب الفلسطيني، منتخب فلسطين الفدائي أمام الأزرق في التصفيات المشتركة المزدوجة القادمة. هنا تبديل للمنتخب الفلسطيني، خروج تامر صيام وقدوم لاعب محمد يمين. محمد يمين يأتي بديلا لتامر صيام. التبديل الأول للفدائي المنتخب الفلسطيني. كرة اللعب إلى محمود أبو وردة مع برافو على عبد العزيز ناجي. برافو على عبد العزيز ناجي، يقدم عطاءات ممتازة في مركز الظهير الأيسر. جبني كثيرا عبد العزيز ناجي في أول مباراة دولية ودية يقدم من خلالها مع خالد شامان أبرز العطاءات في هذه المباراة. أيضا مع مشاري خنام الغائب على هذه المباراة. المتابعة لا زالت المحاولة قائمة. المحاولة إلى خارج أرضية الملعب. تبقى لصالح المنتخب الفلسطيني محمد خليل. كرة اللعب. متابعة إلى الأمام. المحاولة إلى الأمام باتجاه المرمى. جول. يا سلام. يا سلام على سامح مرعبة. سامح مرعبة يسجل الهدف الأول. الهدف الأول للمنتخب الفلسطيني في هذه اللحظات. من أمامي ومن عرضية جميلة من مصعب بطاط إلى سامح مرعبة. لاحظ لاحظ أيضا الأخطاء الواضحة، لاحظ الخط الخلفي يعاني ويعاني لمنتخبنا الوطني، لاحظ أيضا العرضية اللي تفتقد المتابعة والرقابة اللصيقة يعني في مثل هذه الكرات. لهدف لي أيضا، لهدف لي أيضا للاعب سامح مرعبة للمنتخب الفلسطيني. سجل هدف أول في الدقيقة 26 من أحداث الشوط الثاني. لاحظ هدف في اللاعب سامح مرعبة وسط غياب للرقابة. لابد للمدرب الإسباني السيد كاراسكو الوقوف والتركيز في الأخطاء في الخط الخلفي اللي يعاني ويعاني. بدر المطوع يخاد أرضية الميدان ويأتي اللاعب فواز عايض العتيبي. خروج أحمد الزنكي وقدوم اللاعب الواضح في هذه المباراة. أحمد الزكي يغادر مع بدر المطوع ويأتي اللاعب فواز عايض العتيبي. عبد العزيز ناجي، هل يكون الفوز الأول في آخر 10 لقاءات جماعة المنتخبين في اللقاءات الودية والرسمية؟ هذا ما سوف نتابع. إذا تتابع هذا هذه المباراة وهذا اللقاء،
فإن أبرز ما يعاريه الشق الدفاعي يجب التركيز من المدرب الإسباني أندريس كاراسكو ومساعد ثامر عناد على التركيز في الخط الخلفي اللي لا زال يعاني ويعاني. فيصل زايد كرة اللعب لكن طالت على شبيب الخالدي. شبيب الخالدي وفيصل زايد. المهاجم شبيب الخالدي مع حسين الموسوي اللي غادر في تمثيل الشق الهجومي. لكن يعني بعض الأمور وبعض الملاحظات التي نتابعها في هذا اللقاء هو التركيز على الأسماء الممتازة في الخط الخلفي لأنه يعاني ويعاني. كرة اللعب الآن متابعة إلى الأمام. تسديدة تسديدة قوية من فواز عايد العتيبي، واحد من الأسماء الممتازة مع نادي السالمية، واحد من الأسماء الممتازة اللي يقدم عطاءات في مستوى صنع الألعاب أو على مستوى أيضا التسديد من خارج المنطقة من فواز العتيبي. فواز عايض العتيبي واحد من الأسماء الممتازة في قائمة والمنضمة للمدرب الإسباني السيد كاراسكو. كرة اللعب الآن إلى فيصل زايد. يلا يا شباب لنقدم مباراة ذات فنية عالية. نتابع فواز عايض. يا سلام على هذا اللاعب، يكسب خطأ، تحركات إيجابية، أكثر فاعلية. يجب التركيز في الخط الشق والخط الخط الأمامي والشق الهجومي. فاعلية كبرى ما بين شبيب الخالدي، فواز عايض العتيبي وفيصل زايد. نتابع الآن خطأ، هل يأتي التعادل من هذه الفرصة؟ فيصل زايد على التنفيذ الخطأ الآن. هل نتابع عودة من التعادل؟ هل نشاهد التعادل الآن قادم؟ فيصل زايد الآن، ولكن توفيق أبو حمد، توفيق أبو حمد حارس المرمى للمنتخب الفلسطيني لم يختبر كثيرا في هذه المباراة. نحن نسير في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الثاني ولا يزال الأزرق في الخط الخلفي يعاني كثيرا من التركيز، يعاني كثيرا من الرقابة، يعاني كثيرا من اللياقة البدنية، يعاني كثيرا من الرقابة، يعاني كثيرا من التركيز، وهذا هو المهم. قلب دفاع والخط الخلفي يعاني، أي نعم لابد أن تكون يعني لديك التركيز الكامل والعالي والتوافق العصبي الذهني في الخط الخلفي. شبيب الخالدي يطالب بأيضا خطأ، ونحن نسير مشاهدينا الكرام ونمضي ولا يزال التعادل، لا يزال التقدم للمنتخب الفلسطيني بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب سامح مرعبة في الدقيقة 26 من أحداث الشوط الثاني. لا زال الأزرق يعاني ويعاني. هل النسخة التي تركناها، هل النسخة الأخيرة التي باتت في الماضي في كأس الخليج 24، هل هي الصورة وهذه النسخة، هل النسخة طبق الأصل مما رأيناه؟ ولكن الأمور إن شاء الله تكون إلى الأفضل. كرة اللعب الآن مصعب بطاط إلى شاب قنبر، محاولة، لا زالت المحاولة قائمة. مصعب بطاط، الكرة أيضا المقطوعة من فواز عايض العتيبي. عبد العزيز ناجي يعاني من إصابة بالسلامة لهذا الشاب الممتاز في المركز الظهير الأيسر. الظهير الأيسر على مستوى عبد العزيز ناجي المنضم أو مشاري خنام أو الأسماء اللي
اللي لطالما نشاهده في الآونة الأخيرة. سامي الصانع، ضاري سعيد، يعني تجد الأسماء على مستوى الظهير أو الأظهرة في الظهير الأيمن أو الأيسر وحتى قلبي الدفاع. لابد اختيار الأسماء بشكل ممتاز وبشكل وبتركيز عالي. المدرب الفلسطيني الجزائري نور الدين ولد علي، أحمد الزنكي اللي غادر أرضية الميدان. نتابع الآن مشاهدينا الكرام إلى حمد الحربي، محاولة عالية إلى الأمام، كرة اللعب إلى شبيب الخالدي، رأسية جميلة، تبقى لازالت المحاولات القائمة. المتابعة الآن، شبيب الخالدي إلى الهاجري فهد، محاولة إلى الأمام، لازالت المحاولة قائمة إلى فيصل زايد. المتابعة المبعدة، هل يكون الفوز الأول لمنتخب فلسطين على حساب الأزرق في آخر 10 لقاءات ودية دولية أو رسمية جمعت الفريقين؟ هذا ما سوف نتابع. الأزرق والمشاركة في كأس العالم والوصول في كأس العالم في النسخة وفي عام 82 والجيل المميز الذهبي، جيل لا يمكن في حال من الأحوال نسيانه، جيل لا يتكرر إطلاقا، مع الاحترام الشديد لكل الأزمنة ولكل المواسم ولكل السنوات الماضية، لكن الجيل لا ينسى في عام 82. جاسم يعقوب المرعب والملك فيصل الدخيل وسعد الحوطي ونعيم سعد وعبد العزيز العنبري، والأسماء أسماء ثقيلة، أسماء كبيرة تركت إرثا لا يمكن في حال من الأحوال نسيانها. عموما نبقى، كرة اللعب في الطرف الأيسر، محاولة إلى الأمام، المتابعة الآن، لا زالت المحاولة ولكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب من عيد الرشيدي، عيد لاعب نادي القادسية، لاعب نادي القادسية اللي يقدم عطاءات ممتازة في الآونة الأخيرة. عودي خروب إلى مصعب بطاط، إلى عودي، المتابعة الآن إلى شاب قنبر، مقطوعة، محاولة من رضا هاني إلى فيصل زايد، إلى شبيب الخالدي. يا سلام يا شبيب، لو مرت بالشكل الصحيح لكان فيها كلام آخر. المتابعة الآن من موسى سليم، عودي خروب، متابعة إلى الأمام، لا زالت المحاولة القائمة من شاب قنبر. المتابعة والتبديل القادم للأزرق أيضا، تبديلان قادما. مبارك الفليني، مبارك الفليني وحمد القلاف اللاعبان لنادي السالمية. مبارك الفليني، حمد القلاف بديلا لرضا هاني وعبد العزيز ناجي. رضا هاني وعبد العزيز ناجي يغادران، وياتي مبارك الفليني وحمد القلاف. حمد القلاف حقيقة قدم مستوى ممتاز مع نادي السالمية في الموسم الماضي وهذا الموسم. نتابع الآن الثمان دقائق المتبقية مشاهدينا الكرام، المحاولة إلى اللاعب مصعب بطاط، عيد الرشيدي، خطأ لصالح المنتخب الفلسطيني. الأزرق 10 مشاركات في بطولة كأس آسيا، منها عندما حقق البطولة بطلا في عام 80، والمشاركة في كأس العالم
النهائيات في عام 82. محاولة إلى الأمام، الكرة المبعدة، لازلنا نعيش على الأطلال وعلى الجيل الذهبي الذي لا ينسى، لكن الخير في القادم بحول الله تعالى، في مستقبل قادم إن شاء الله، لنكن متفائلين. خالد شمان، مبارك الفنيني، الفنيني للمتابعة، المحاولة شبيب الخالدي وحيدة في المقدمة مع عيد الرشيدي، كرة اللعب الآن، محاولات قائمة في وسط الميدان. اللقاء القادم لمنتخبنا الوطني للأزرق أمام منتخب أستراليا في 25 من شهر 3 القادم، أي يعني بعد شهرين تقريبا. منتخب فلسطين أمام سنغافورة ضمن أحداث المجموعة الرابعة. لا يزال تقدم منتخب فلسطين بهدف بأقدام سامح مرعبة. كرة اللعب الآن، محمد يامن، المتابعة، نتابع الآن كرة اللعب إلى خارج أرضية الملعب. تبديل للمنتخب الفلسطيني، خالد سالم يأتي الآن، خالد سالم يأتي الآن، يأتي بديلا في هذه اللحظات لمنتخب فلسطين، منتخب دولة فلسطين الحرة. خالد سالم بديلا لإشهاب قنبر، أجرى المنتخب الفلسطيني التبديل الثاني. كرة اللعب إلى فيصل زايد، متابعة إلى الأمام، في محاولة إلى الأمام، إلى عيد الرشيدي، إلى باتجاه المرمى، رأسية اعتلت العارضة من شبيب الخالدي. شبيب الخالدي رأسية لم يكن ولم تكون يعني مضايقة. لاحظ أيضا العرضية، لم يكن هناك إزعاج أو ضيق على شبيب الخالدي، رأسية لو أتت بالشكل الصحيح كان من الأهداف اللي ينتظر المدرب الإسباني أندريس كاراسكو في العودة إلى أجواء التعادل على الأقل. هنا في استاد جابر الدولي، كرة اللعب الآن، فهد الرشيدي، المتابعة إلى أمام حمد الكلاف، إلى مبارك الفنيني، متابعة إلى الأمام، زالت المحاولات القادمة للأزرق الآن، هل يعود إلى أجواء التعادل؟ هل يسجل التعادل الثالث؟ أو أن يكون الفوز الأول لمنتخب فلسطين والخسارة الأولى للأزرق؟ من خلال 10 لقاءات أخيرة جمعت الفريقين في المباراة الودية والرسمية. حمد الحربي، يجب التركيز من المدرب الإسباني على الخط الخلفي والشق الدفاعي وأيضا مركز صانع اللعب، مساندة لبدر المطوع. منتخبنا الوطني يحتاج إلى صانع ألعاب لديه الثقة الكبيرة، لديه الذكاء، لديه التبريرات الحاسمة مع بدر المطوع. لاحظ هدف سامح مرعبة وسط غياب لأيضا الرقابة والمتابعة للخط الخلفي الذي يعاني ويعاني.
فرحة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، والفرحة الواضحة على سامح مراعبة. هدف بلا شك، أن تسجل هدف على الأزرق هذه من الأمور الجيدة. الرشيدي إلى سليمان عبد الغفور، محاولة عالية إلى الأمام، كرة اللعب. فواز عايض العتيبي والمدرب الإسباني أندريس كاراسكو. كرة اللعب الآن إلى عيد الرشيدي، فيصل زايد، انطلاق الآن فهد الهاجري. نحتاج لي لأيضا الروح في الخط الخلفي، التركيز، اللياقة، الانضباط، المتابعة، والأهم من ذلك هو الروح الكبيرة القتالية. حمد القلاف إلى فواز عايد العتيبي، إلى فيصل زايد، متابعة الآن في منتصف الميدان، انطلاق إلى مصعب بطاط. كرة اللعب، حمد الحربي، انطلاقة سريعة من فهد الهاجري. كرة اللعب، المتابعة الآن، انطلاقة سريعة، ولكن إلى حارس المرمى توفيق أبو حمد اللي لم يختبر كثيرا. 4 دقائق الوقت البدل الضايع من الحكم الدولي السيد أحمد العلي، حكم الرابع عمار أشكراني. كرة اللعب، انطلاقة سريعة، المحاولة. لاحظ المنتخب الفلسطيني اللي فرض يعني أسلوبه في هذه المباراة إلى شبيب الخالدي. شبيب الخالدي يتقدم الآن، ولكن إلى خارج أرضية الملعب. إلى ضربة جانبية الآن، الركنية أحمد العلي. التبديلان، تبديلان دفعة واحدة للمنتخب الفلسطيني. يأتي اللاعب محمد عبيد بديلا لسامح مراعبة. يأتي محمد درويش، محمد درويش ومحمد عبيد البديلان لسامح مراعبة. نتابع الآن مشاهدينا الكرام الضربة الركنية الآن، لازالت المحاولة قائمة، مقطوعة من خالد جمان. قدم مباراة ممتازة خالد جمان في أول مباراة دولية ودية لهذا اللاعب، لاعب نادي النصر. المتابعة ظل غياب العديد من اللاعبين، فهد الأنصاري، أحمد الظفيري، ولسلطان العنزي، أسماء يعني ذات قيمة كبيرة، لكن مباراة ودية دولية يستطيع من خلالها الوقوف على الأخطاء وعلى الأمور الفنية والتكتيكية والأسماء. منتخبنا الوطني في 27 من هذا الشهر سوف يخوض لقاء ودي دولي أمام المنتخب العراقي.
في مدينة البصرة. ثم اللقاء الثالث الودي الدولي أمام منتخب سوريا في الرابع من شهر 3 القادم. قبل المباراتين الرسميتين في التصفيات المشتركة أستراليا والأردن، والثالثة في 15 من شهر يونيو 6 القادم مع الصين تايبي. كرة اللعب مبارك الفنيني، الفنيني يتقدم في واحدة من الأهداف الجميلة المبارك أمام المنتخب السعودي. ياهي تسديدة، ياهو هدف ضاع الآن في هذه اللحظات من فهد الهاجري. كاد أن يسجل التعادل لولا القراءة، لولا التركيز العالي لدى حارس المرمى توفيق أبو حمد. المتابعة الآن فواز عايض العتيبي على التفيد الجانبية، المتابعة الآن باتجاه المرمى ولا زالت المحاولة تسديدة بلا عنوان إلى خارج أرضية الملعب من اللاعب خالد شامان. لاحظ أيضا العرضية من حمد القلاف إلى فهد الهاجري، ولكن أيضا لم يحسن أيضا التعامل، بل كان التركيز من توفيق أبو محمد في إنقاذ مرمى المنتخب الفلسطيني من هدف التعادل. الخسارة الأولى للأزرق، الفوز الأول لمنتخب فلسطين في آخر 10 لقاءات أخيرة ودية ورسمية دولية تجمع الأشقاء. وهنا يعلن الحكم الدولي السيد أحمد العلي عن نهاية شوط المباراة الثانية. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، بفوز المنتخب الفلسطيني بهدف مقابل لا شيء.